بطل عملت فتوح ومغلوط طيب. والله 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 يمين يا حسيبنا على ربنا مع وانت. لما عاد السمسم قال لي وائل الغمراوي تمنيت نجيب الاغاني واسمع وائل الغمراوي. حبيتك لله في لله يا جدع سبحان الله. وعاد السمسم كنا محترم بيعرفني والله على ناس محترمه وربنا يوسع عليك ويزيدك من نعيمه اللي هو باشا. لا تلا قول اللي انت عايزه. اخوك وائل عشان التفاهمي ايطاليا وميانو عمرو ابو رص وحمد الخواجة البيس بتقول الدكتور شريف الغمراوي وبرضو المحترم النجم المؤدب ويكفي الاحترام على الطلامة يا شطارة. لا 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 انا عندنا الاحترام هو كل حاجة تبقى شاطر وناجح وربنا حب في حاله طالما راجل محترم وهو محترم وائل الغمراوي ونسمعك وما نضيعش يا بحر يا لحظة. عارف أحلى حاجة النهاردة أقسم بالله ما هو كلام عارف إيه؟ إنك جايب الأصيل الأصيل أهم حاجة الكلمة دي الأصيل المحترم شريف الغمراوي ورب العزة. أيوة بحر وطبعا بنحيي سفير المحافظات الله يسعده بنحييه أشرف ولاء نحييه وحبيب قلبي عادل سمسم المحترم الإدارة الناجحة أحلى حمو.
حاجه بقى عشان الدنيا تقول. يلا عسل مصر، الله عليك.